يا شرف، يا محمود، يا كتاكيت، شرف، مفيش حد هنا. يا محمود، مفيش حد هنا أحسن. استعنا عشاء بالله. مفيش حد. يا ترى مخبي إيه؟ حرامي حرامي، أعضاء بشرية. مخبي إيه؟ بنكرياس ولا كلية ولا نقيس؟ شوف قلبي أخبار. يا قلبي، من التوتر أكيد قلبي مش وقته. يا ترى مخبي إيه؟ هتلاقيه سرق اللوز من البيت. طيب يا حرامي الأعضاء. عملتوا التحاليل؟ يعني جاهز للعملية؟ اتفقت معاها الفلوس؟ طب خلاص، حلو قوي كده. هاجي لك هنا على 8 كده عشان اشرف على كل حاجة بنفسي. ماشي يا سيدي، يلا مع السلامة. يا مام. ايه يا حبيبتي؟ لا انا في البيت. لا شرف مش هنا. لأ حماتي، يعني انا قاعد مبسوط وراجع مزاجي رايق، ليه السيره اللي تعكنن دي؟ يعني افتكرنا حاجه عدله يا ماما. طبعا افتكرنا حاجه عدله. دي ست فظيعه فظيعه، دي رهيب. دي لا تطاق لا تطاق. دي يا نهار ابيض. تصدق من كام يوم ركنت العربيه تحت البيت هنا صف تاني بنزل حاجه، سحبت مني الرخص وكلبشت العربيه. والله العظيم ست فظيعه، دي لا تطاق لا تطاق بالمره. ايه يعني موضوع الخلفه ده؟ اصبري عليا فيه شويه، انا بحاول واحده واحده مع شرف اللي اقنعها. حتى فكرت ان انا اخد شقه بعيده عن هنا اوضبها من غير ما هي تعرف، بس خايف تزعل. اجي عندك يا ماما. انا ناقص يا ماما؟ يا ست، الست اللي اسمها نور دي لو عرفت هتبهدلنا الدنيا، وانت عارفاها ست مجنونه مش عايز اغلط فيها. ماشي يلا، بس اقفلي كده وكله هيتحل ان شاء الله. دايلي. ماشي حبيبتي، روح. يا رب خلصني من الست اللي اسمها نور دي على خير. يا رب يا رب، دي ست فظيعه. يا رب يا رب ارحمني منها. يا رب، دي مش حما، دي وبا. نور حاتم، ده انا هديك قلم على قفاك شفاف، بس مش وقته. يا حرامي يا حرامي، حرامي الاعضاء البشريه. انا هقطع صوابعك ان شاء الله وديهم هدايا تذكارية. تجيت يا شرف؟ شرف، قصة الباب ده.